إدارة معبر باب الهواء الحدودي تؤكد فتح المجال لتسجيل دور لدخول سوريا ضمن إجازة عيد الأضحى المبارك لعدد محدود مساء اليوم الاثنين. الدفاع المدني ينعي المهندس المتطوع الزهير سالم الرجو أحد إداري القطاع الشمالي في مديرية حماة الذي قضى جراء استهداف منزله من قبل الطيران الروسي في مدينة كفرزيتا شمال حماة. شبكة صوت العاصمة تؤكد حدوث انفجارات مجهولة المصدر قرب نقاط تمركز ميليشيا حزب الله اللبناني في جبل مارمارون بمدينة يبرود بريف دمشق. هيئة الأركان الروسية تقول إن 110 عناصر من قوات النظام قتلوا جراء المعارك في الشمال السوري خلال 4 أشهر. صحيفة أوستغايشا النمساوية تقول إن محققين في قضايا احتيال اجتماعي على الدولة كشفوا الكثير من حالات الاحتيال بينها انتحال لاجئين غير سوريين صفة اللاجئ السوري من خلال تقديم أوراق مزورة. وزير الخارجية البريطاني يقول إن بلاده ترفض فكرة الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق مقابل إفراج طهران عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في الخليج العربي. حديقة الأسود للحيوانات في مدينة إسطنبول التركية تعرض 3 من صغار النمور البنغالية أمام زوارها لأول مرة بعد ولادتهم قبل 3 أشهر.